دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة تنضم إلينا على الهواء مباشرة. دانا أهلا بك، كنت قد أمددتنا بالنبأ العاجل الذي كنا قد أشرنا إليه في مستهل هذه الجولة بأن رئيس الموساد ديدي برنيع سيتوجه إلى الدوحة لجولة المفاوضات هذه، ما الذي تخطط له إسرائيل وفق المتداول في هذه الآونة؟ بالفعل بعد ساعات طويلة من الاجتماع الذي جرى أولا كان على حدة بين أعضاء كابينيت الحرب ومن ثم الكابينيت المعني بإدارة الشؤون السياسية والأمنية، وافق الكابينيت الإسرائيلي الموسع على تكليف الفريق الإسرائيلي المفاوض الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس. وكان كما ذكرنا هنالك نتحدث عن اجتماعين من مجلسين الوزاري المصغر والموسع للشؤون السياسية والأمنية. بحث الاجتماعان بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية من المقترح الذي قدمته حركة حماس الأسبوع الماضي لتبادل المحتجزين بموجب اتفاق يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة، وقد انتهى الاجتماع بعد أكثر من 3 ساعات على انعقاده. واينت الموقع الإلكتروني الإسرائيلي قال ونقلا عن مسؤولين شاركوا في هذا الاجتماع أنه كان هذا الاجتماع صعبا لكنه كان موضوعي تماما في الجزء الذي يتعلق بالمحتجزين في غزة، وأن الوضع ليس في البسيط. جاء هذا بعد يعني مرافقات وتراشقات كلامية وملاسمات بين سموتريتش وبين رئيس أركان هيئة جيش الاحتلال. أنا كنت للتو سأسألك دانا إذا ما كان هيرتسي هليفي قد حضر بالفعل هذا الاجتماع. بالفعل دعنا نتحدث أن هذا الاجتماع ليس الأول فيما يتعلق في توسيع أو عدم توسيع صلاحيات الوفد المفاوض. كان جالنت قد استبق نتنياهو في هذا الاجتماع بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد هذا الاجتماع مساء السبت، ما أدى إلى إرجاء وتأجيل ذهاب الوفد المفاوض وهذه الاجتماعات في اتفاق باريس الثاني في الدوحة من يوم الأحد إلى الاثنين. وكان هذا الاجتماع بحضور جالنت ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال ورئيس الموساد الذي يمثل هذا الوفد المفاوض. كذلك ننوه أن هذه الخلافات والانشقاقات كانت قد أوصلت ممثل الجيش الإسرائيلي في الوفد المفاوض إلى الاستقالة والتنحي جانبا عن المشاركة في التفاوضات بسبب رفض رئاسة الوزراء الإسرائيلية إعطاء صلاحيات أوسع للوفد المفاوض، وهذا جاء بعد 3 مراحل من تقويض صلاحياته. أول هذه المراحل وأولى هذه المراحل كانت متمثلة في أنه ذهب الوفد المفاوض إلى مصر إلى القاهرة في الاجتماعات المبكرة وكان دورهم فقط الاستماع ولم يكن لديهم صلاحيات، تمثل فيما بعد في عدم إرجاع الوفد المفاوض مرة ثانية إلى هذه الاجتماعات. والمشكلة الثالثة تمثلت أو العقبة الثالثة تمثلت بأن نتنياهو لم يريد للوفد المفاوض المشاركة في أي اجتماعات سواء في مصر أو في الدوحة، بذلك بسبب أن حماس لم تعطيهم أسماء وأعداد المحتجزين الأحياء منهم. لذلك كانت الأوساط التحليلية الإسرائيلية تقول بأن بنيامين نتنياهو هو من يقود إتمام هذا الإطار التفاهمي والتوصل إلى اتفاق جديد، لذلك جاءت هذه الاستقالة من ممثل الجيش الإسرائيلي. ولكن فيما بعد كان كما ذكرنا هنالك اجتماع قد قاده يوآف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي، ومن ثم جاء هذا الاجتماع يوم الأحد ما أدى إلى ترجيء هذا الاجتماع. كما ذكرنا سموتريتش كان قد انتقد كل هذه الاجتماعات وخاصة التي دارها يوآف جالنت وقال بأن أسرع طريقة لإعادة المحتجزين هو قطع الاتصالات فورا، في إشارة إلى محادثات التهدئة التي تتواصل بوساطة قطرية مصرية ورعاية أمريكية وتعزيز الضغط العسكري على حماس. طيب دانا معلش، كان كل في كل جولة تفاوض يطرح السؤال ولا يزال يطرح حتى إسرائيليا حول حجم الصلاحيات الممنوحة للوفد الإسرائيلي المفاوض في هذه الجولة، وبناء على حجم هذه الصلاحيات يمكن استشراف أو التعرف على إمكانية الوصول إلى صفقة تهدئة في هذه المرة. بالفعل كل المشكلة الأساسية والمعضلة الأساسية تمثلت في إعطاء الصلاحيات للوفد المفاوض. كما ذكرنا رئاسة الوزراء الإسرائيلية متمثلة في بنيامين نتنياهو كان قد أعطى فقط حرية الاستماع وعدم المشاركة في طرح أي طروحات إسرائيلية من خلال هذه الاجتماعات، لذلك هذه كانت المعضلة الأساسية للوفد المفاوض ما بين الجانب السياسي لأنهم يرون ضرورة التحرك والمضي قدما لإتمام إطار تفاهمي جديد وليس فقط الاستماع إلى الطروحات وما تملي عليهم الإدارة الأمريكية أو حتى الوساطات المصرية والقطرية. لذلك كان هنالك مطالبة رسمية خطية مكتوبة من رئيس الموساد الإسرائيلي إلى كابينيت الحرب والكابينيت الموساد
موسع بشأن توسيع صلاحيات هذا الوفد. لذلك كانت هذه الاجتماعات كما ذكرناها صعبة مطولة ومكثفة، ولكنها موضوعية حسب ما نقل موقع ولا الإسرائيلي. هذا التأخير أدى أيضا إلى إجراء مداولات منفصلة كما ذكرنا من خلال جالنت. واليوم تحدثنا أن رئيس الموساد ديفيد بنياع كان قد قال بأنه إذا لم يكن هنالك توسيع لصلاحيات الوفد المفوض لربما ينسحب من هذه المفاوضات، ولكنه اليوم بعد إعطاء الكابينيت الموسع صلاحيات أوسع للوفد المفوض، أي أنهم يقدمون الرد الإسرائيلي على طروحات وعلى رد حركة حماس، فإنه سينضم إلى الوفد الذي سيشارك في المفاوضات. دانا، من الذي تبنى داخل الكابينيت الموسع توسيع صلاحيات الوفد المفوض برئاسة ديدي برنياع؟ نتحدث أن كل إعطاء الضوء الأخضر يتم فقط من بنيامين نتنياهو، حتى وإن كان هنالك موافقة من كل أعضاء كابينيت الحرب أو الكابينيت الموسع، هذا لن يكون إلا بموافقة المستوى السياسي رفيع المستوى المتمثل في بنيامين نتنياهو. كان بنيامين نتنياهو يرى بأنه لن يعطي صلاحيات أوسع للوفد المفاوض، ولكن بسبب الضغوط وبسبب هذه التراشقات الإعلامية وباتهام بنيامين نتنياهو أنه هو من يعرقل إكمال هذه الصفقة، لربما يعني جاءت هذه الضغوطات وألزمت بنيامين نتنياهو على توسيع هذه الصلاحيات. وهيئة البث الرسمية كان 11 كانت قد ذكرت وأشارت إلى أن أحد الخيارات التي تم بحثها هي إجراء مفاوضات مماثلة لتلك التي أجريت في ما تسمى شفقة شاليط، في إشارة إلى محادثات غير مباشرة مكثفة ومتزامنة مع وفدي التفاوض عن حماس وعن الحكومة الإسرائيلية عبر الانتقال بين غرف مختلفة في المبنى ذاته، أي أن سيكون هنالك تكثيف في هذه الاجتماعات يوم غد للتوصل إلى حل أو إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. كما ذكرنا هذا الوفد سيترأس رئيس الموساد الإسرائيلي وسيتم توسيع صلاحياته وسيتم توجيه تعليمات محددة له كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. والمحادثات ستتركز غدا في الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس. هذه الفجوات تم وصفها على أنها تتمثل في عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية التي ستصل إلى غزة، والنقاط الخلافية التي تشير إليها التقارير الإسرائيلية أيضا هي نسبة التبادل، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال مقابل الفئات المختلفة للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. كذلك من ضمن النقاط الخلافية التي سيتم مباحثتها في اجتماع غدا هو رفض الجانب الإسرائيلي لشرط حماس بعودة جميع الفلسطينيين الذين نزحوا عن شمال قطاع غزة إلى مناطقهم، في حين يوافق الاحتلال على عودة محدودة للنساء والأطفال دون عودة الشباب منهم أو من هم في سن الخدمة العسكرية كما ذكرت هذه المواقع الإسرائيلية. كما من بين النقاط الخلافية التي سيتم مناقشتها غدا هو مطالب حركة حماس بتحديد موعد لانسحاب قوات الاحتلال من القطاع ووقف الحرب كليا مع المراحل المتقدمة من هذه الصفقة الجديدة، ولكنها لا تشترط تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في ذلك، أي أن الاتفاق في المرحلة الأولى يقضي ويفضي إلى الإفراج عن فئات معينة من المحتجزين لدى فصائل المقاومة وإدخال المساعدات الإنسانية. ولكن كما ذكرنا هذا الاجتماع سيفصل كل هذه النقاط الخلافية من ضمن كل هذه الإجراءات التي والصلاحيات التي زاد ووسعها بنيامين نتنياهو. في المقابل كان هنالك انتقادات واسعة حسب ما أشارت إليه يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، وجهها أعضاء في كابينيت الحرب إلى نتنياهو بأنه يماطل بما يتعلق بصلاحيات الوفد المفاوض وتأخير هذه الاجتماعات من يوم السبت إلى يوم الأحد، بل ذهب البعض وقال بأن بنيامين نتنياهو يوم السبت وبعد خروج السبت وفق الديانة اليهودية لم يجب أصلا على المكالمات الهاتفية التي كانت ترده من أعضاء كابينيت الحرب أو حتى من وزراء في الكنيسة الإسرائيلية. رئاسة الوزراء الإسرائيلية كانت قد خرجت في بيان وقالت بأن عدم استجابة بنيامين نتنياهو للمكالمات الهاتفية وعدم عقد هذا الاجتماع كان لأنه من المقرر أن يتم هذا الاجتماع يوم الأحد، أي اليوم في تمام الساعة أو البارحة في تمام الساعة 7:30، وهذا يعني بأنه كان قد فات الأوان على مغادرة الوفد
إلى الدوحة لإتمام هذه الاتفاقية، لأنه هذا ما أدى إلى إرجاء وتأجيل إرسال الوفد المفاوض من يوم الأحد إلى يوم الاثنين. دانا، إذا كان هناك هذا التلكؤ الكبير كما فهمنا من حديثك من جانب بنيامين نتنياهو وبعض مكونات الحكومة الإسرائيلية، خصوصا جناح سموتريتش وبن غفير، كيف ينظر إلى إمكانية تقديم الضمانات الجادة لإتمام صفقة إذا ما قدر لها أن تكتمل، أو على الأقل أو أن يكتمل نمو بعض مراحلها؟ نتنياهو يحاول التهرب من هذه الصفقة أو هذا الإطار التفاهمي بالحديث عن العمليات العسكرية البرية، وهو ما ينظر إليه حتى إسرائيليا وأمريكيا بأنه يحاول استغلال ورقة المجاعة وعدم إدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية كورقة ضاغطة على حركة حماس للتنازل عن مطالبها التي وصفها بأنها غير معقولة من الجانب الإسرائيلي. لذلك بنيامين نتنياهو لا ضمان على كلامه، والأوساط التحليلية الإسرائيلية تقول بأنه ينحاز إلى اليمين المتطرف وبأنه يخاف خسارة موقعه كرئيس للوزراء الإسرائيلي، وخاصة بعض تصريحات سموتريتش وإتمار بن غفير الأخيرة فيما يتعلق برفض كامل لصفقة جديدة، وبأنه يجب العمل والمضي قدما في الاجتياحات البرية العسكرية. ولربما هذا ما دفع نتنياهو لإرضاء هذا اليمين المتطرف من خلال بياناته الأخيرة التي قال فيها بأنه ستتم هنالك عملية عسكرية برية في رفح، ولكن كل التقديرات العسكرية كانت تقول بأنه لن يكون هنالك تحرك في رفح قبل منتصف إبريل نيسان القادم، وهذا ما أكدته وسائل إعلام أمريكية. قالت حسب صور الأقمار الصناعية لا يظهر أي تحشدات للقوات العسكرية بالقرب من منطقة رفح، وبأن هذه التصريحات هي محاولة للضغط على حركة حماس للتراجع عن مطالبها وللضغط أيضا على الوساطة المصرية والقطرية، وهذا ما لوح إليه بنيامين نتنياهو أيضا في مستهل جلسته اليوم في هجومه على بايدن وعلى الإدارة الأمريكية، والذي خاطبهم بأنهم نسيوا ما حدث في 7 أكتوبر، وبأن إسرائيل تخوض حرب غير عادلة، وبأن العملية العسكرية يجب أن تتم. وهذا ما أكده أيضا رئيس أركان هيئة جيش الاحتلال اليوم في تعقيبه الصحفي، قوله بأن تحقيق أهداف الحرب يعني يحتاج إلى وقت أكبر، وبأن العمليات العسكرية ستكون على أشدها في هذه الفترة وحتى وإن كان هذا خلال شهر رمضان، وبأنه يتحمل مسؤولية الإخفاق ما جرى والإخفاق الاستراتيجي والعسكري لما جرى في 7 أكتوبر. ولكنه أيضا كان قد رد على تصريحات سموتريتش الذي هاجم فيها تعيين رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال لعدد من الضباط، ونتحدث عن 52 برتبة عقيد منهم لديهم مواقع حساسة في إدارة شؤون الحرب في قطاع غزة. وكما وصف في الإعلام الإسرائيلي من بين الضباط يتم تحديد وإعطاء رتبة لمسؤولين عن إدخال المساعدات هناك، وآخر يتحدث عن قائد القوات في المنطقة الجنوبية. سموتريتش قال بأنه الوقت وقت حرب ووقت عمل عسكري ولا وقت لترتيب وإعطاء مناصب جديدة، وهذا ما أثار مشكلة جديدة وسجال جديد بين المستوى السياسي والمستوى العسكري الإسرائيلي.